توفي اليوم عن سن يناهز الثمانين سنه عبد الجليل فينجيرو المدير الاسبق لوكاله المغرب العربي للانباء والتي شغل ادارتها ما بين عامي 1974 و 1999 ليعين بعد ذلك سفيرا للمغرب في لبنان وحظي الراحل بتكريم خلال الدوره الثالثه عشر للجائزه الوطنيه الكبرى للصحافه عام 2015 حيث تم منحه الجائزه الفخريه.